اديني رفعت القضية وسمعت كلامكو وحاطط ايدي على خدي ومستني. ايوه يعني انت عايز تعمل ايه برضو يا هشام؟ انا عايز اخد حقي بايديا. تاني؟ تاني يا هشام؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ انت ليه عايز تقهر قلبي عليك وتعيشني في قلق طول الوقت؟ القلق ده تمام وعياله هم اللي عايشونا فيه. يا هشام يا هشام ما تقلقش، كل حاجة هتتحل وهتبقى زي الفل. هتبقى زي الفل لما هشام ياخد حقه يعلم عليهم زي ما علموا عليه. ايه شريف؟ ايه شريف في ايه؟ وانت جاي تولع الدنيا ولا ايه؟ خليك محضر خير يا اخي. لا شريف عنده حق يا جماعة، احنا لازم من دلوقتي نعرف كل حاجة عن تمام وولاده ونشوف نقطة ضعفهم فين وندوس عليها. طب واحنا دي هنعرفها ازاي؟ بقول لك ايه، الواد سيف اخوك ده متجوز واحدة شمال كده اسمها مايا ومتجوزها عرفي. حلو قوي، انا عايزك تلم لي بقية الاخبار وسيب لي انا سيف. ارجوك يا هشام عشان خاطري خلينا نفكر بطريقة تانية. لا تانية ولا تالتة، بقول لك يا شريف عايزك تجمع لي كل الاخبار صغيرة وكبيرة هتفرق معايا، والواد خميس ده تعرف له قراره فين. هجيب لك قرار امه حتى لو في بطن الزير. ايه مال امه؟ طب ايه اللي حشرها في الموضوع؟ معلش انا عايز اقول لكم على حاجه بالمناسبه، احنا اخر يوم لينا في البيت ده هيبقى بكره، لان لازم نسلمه خلاص للمشتري الجديد وهنرجع نعيش تاني في بيت المانيال بتاع ابويا الله يرحمه. امال احنا اجتماعاتنا هنعملها فين؟ اكيد هنعملها في شقه المانيال عندنا. طب وعلى ايه كل ده؟ ما تعملها عندي في الاتيليه وانا هطلع كل شغل الدور اللي فوق واسيب لك الدور اللي تحت ده فاضي ليك. يا رشدي كفايه بقى، احنا تعبناك كتير قوي. تعب ايه بس، احنا بقينا اسره واحده. والله يا هشام دي فكره حلوه قوي، رشدي معاها حق، وكده انت يعني هتبقى براحتك محدش هيعرف عنك اي حاجه. بقولك يا سول. قول لي يا حبيبي. انا الاوان بقى تروح مع جوزك. اروح مع جوزي؟ لا يا هشام انا عايز افضل معاك، مش عايز اسيبك وانت في الظروف دي. سول صدقين انا بطمن عليك وانت على مع رشدي. بس يا هشام انا عايزه بس المشكله دي تعدي على خير. خلاص اسمعي كلام وسولها، هشام فعلا عنده حق، ده مكانك الطبيعي. ما تقلقيش احنا اتفقنا، هو هيبقى عندنا كل يوم. مادام كده خلاص انا موافقه. حاضر يا حبيبي اللي تشوفه.